عايز برضه اتكلم مع حضرتك عن النجم الكبير الراحل كمال الشناوي، فهو قدم للسينما اعمال لا تزال موجوده في قلوب جميع الشعوب العربيه بشكل عام. انت حضرتك برضه مخرج كبير، عايز اعرف تقييمك ايه للفن دلوقتي وللنجوم اللي موجودين دلوقتي، وراي حضرتك هيبقى مهم جدا. واصدقاء الراحل الكبير كمال الشناوي كانوا هم يعني كبار نجوم الوسط الفني، فعايزين نتكلم عن الموضوع ده بشكل عام. يعني من اي وجهه نظر يعني قيمه كمال الشناوي اللي قدمه يعني للسينما؟ طبعا اللي قدمه للسينما. طب ما احنا شايفين دلوقتي الفروق الكبيره بين، انا مش عايز يعني انكر على الاجيال الجديده انها بتقدم فن، لكن طبعا الاجيال القديمه كانت افضل بكتير لانها كانت بتشتغل لحساب الفن اكتر من لحساب نفسها، يعني ممكن نقول وادراكها الدرامي وادراكها الفني اعلى من الاجيال الجديده. الاجيال الجديده الثقافه بتاعتها اقل كتير. ممكن نقول ان نجوم زمان، او لو اتكلمنا بالاخص عن النجم الكبير راحل كمال الشناوي، ان هو كان بيهتم بالاعمال الفنيه اكتر ما كان بيهتم بالماده او بالاموال، عكس نجوم الجيل الجديد ده. دي كانت ساريه بين، مش كمال الشناوي وحده، كل الاجيال، كل الجيل القديم على كل مراحله كانوا بيبنوا الفن اكتر ما بيهتموا بان هم يبقى كان بياخدوا فلوس، بس كان الـ 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 الرؤيه لفنهم هي كانت الاهم وهي الاعلى. بس هي برضو ما لهاش علاقه بالفنانين قد ما ليها علاقه بصناعه المحتوى، فالفنان بيتحط في وضعيه ان ده المحتوى اللي موجود حاليا، اي فنان عايز يقدم فن حلو. واي حد في الدنيا ليه اب زي كمال الشناوي اثر في المجتمع واثر في السينما واثر في الفن بشكل عام واثر في المشاهدين كلهم، بيبقى دايما حريص ان هو يعمل له حاجه سيره ذاتيه او عمل او مسلسل درامي يروي فيه قصه حياه والده. وحضرتك صح كده يا احمد، الله ينور الله ينور. في عمل درامي او في فيلم سينمائي، هو كان في برنامج مع الاي ار تي كنت بشتغله فيه، مش عايز اتكلم في عشان ما يبقاش دعايه لشركه معينه، وكان عمل متميز جدا، اتكتب كويس قوي، بس كان برنامج وللاسف ما يعني هم رفضوا للتكلفه العاليه، وبالرغم ان انا قلت لهم انا هجيب السبونسرز اللي تدعم الانتاج، لكن كان في بقى هناك كده شويه اطروحات بتوصل. احنا برضه ممكن نتكلم على الموضوع بشكل علني وبشكل اوسع اكتر. كانت فكره البرنامج ايه؟ كنت ممكن القنوات تكون بتسمعنا دلوقتي ويتم عمل تاريخ كمال الشناوي من يوم ميلاده لغايه اخر ما عمله من انتاج فني، وده كان قبل وفاته طبعا. وهو كان، لا هو كمال الشناوي كان بنفسه برنامج حواري يعني درامي حواري في نفس الوقت، كانت تكوينة بتتعمل كلها على بعضها. ودلوقتي طب فكرك ايه ان احنا ممكن الناس نفسها ان هي تشوف عمل؟ هو في 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 دلوقتي عرض ان يتعمل عمل درامي، لكن لسه ما اتفقتش مع الشركه او الاتجاه المحطه اللي هتنتج هذا العمل. لو تم عمل درامي للراحل الفنان الكبير كمال الشناوي، تفتكر مين هو اللي يصلح ان هو يقوم ببطوله العمل ده؟ تفتكر مين هم الابطال المشاركين؟ تفتكر انت هتشارك بايه في عمل زي ده؟ انا هشارك بالسيناريو وبالاخراج. ده لازم شرط اساس ان انت تشارك بالسيناريو. اصل يعني ما هو ما حدش هيعرف كمال الشناوي اكتر مني يعني اولا ده تاريخه كله عندي، زائد هما ما مش هيعرفوا كل بواطن الامور اللي انا شفتها، اللي انا حتى هو كتبتها معاه في البرنامج ده، هو حكاها حتى اللي انا ما كنتش اعرفه عن حياته الشخصيه عرفته تمام، ومسجل كمان باشرطه، فالتاريخ ده معروف. لكن تقول لي مين اللي هيعمل البطوله؟ بص، هو لازم هيبقى فيه معايا مكير عالمي عشان يقدر يقلب الوش، زائد ان الممثل ده لازم اولا هو يبقى مقتنع انه يعمل كمال الشناوي. يعني انا مش عايز ارشح دلوقتي حد، لان لسه احنا ما دخلناش في طول الكتابه يعني، لكن اكيد لما هيبقى في نص جاهز هيتعرض. انا مش عايز ارشح حد، انا عايز حضرتك تقول مين عنده القدره ان هو يجسد شخصيه فنان كبير وفنان عظيم زي كمال الشناوي. يعني هو اللي جسد ام كلثوم كان فنان كبير زي ام كلثوم، لكن نجحت عملت عمل كويس ونجحت فيه. اللي عمل عبد الحليم حافظ يعني لم يوفق،
فانا هحاول 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 ما هو لا في ممكن يبقى نرشح كريم عبد العزيز مثلا يعني ترشيح، بس ازاي بقى الوش يتقلب لوش كمان الشناوي، ازاي يعمل التعايش؟ بس هو ممثل كويس على فكره، ممثل كويس جدا كمان، وعمل افلام كويسه مش هقدر انكر عليه هذا يعني. فالتعايش مع الشخصيه واللي انا ممكن اقوله له عن كمال الشناوي ممكن يخليه يتعايش، بس ده عايز كمان يبقى هو يتفرغ لهذا العمل يعني. ده اذا هو وافق ان هو يعمل كده، لانه ممكن ممثل يخاف، ولك اصل موضوع انك تمثل شخصيه فنان كبير عايزه يعني. ترشيح حضرتك للفنان الكبير كريم عبد العزيز ان هو يقوم بشخصيه النجم كمال الشناوي وسط النجوم كتير جدا الموجودين، ده تكريم لكريم عبد العزيز. شايف بالفعل ان هو عنده القدره ان هو يقدم كمال الشناوي، او ايه اللي انت شفته في كريم عبد العزيز ان هو يقوم بعمل زي ده؟ اولا لان هو ممثل كويس ووصل الى درجه من الاحترافيه عاليه جدا، ومثل افلام صعبه، وقدراته التمثيليه وصلت لمكانه كويسه، زائد انه الوش ممكن يعني بشويه مكياج صحيح مع مكيير كبير ممكن يخلي الوش يبقى قريب قوي من وش كمال الشناوي. زائد بقى الكلام اللي انا هقوله له، هنقعد على ترابيزات العمل نقول هنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، ده لو هو وافق. انا ما اعرفش هيوافق، ممكن إيه؟ ممكن يخاف. لا لسه مش عايز اتكلم في اصل العمل ده. انا بعتبر دايما ان السيناريو لما بيتكتب هو اللي بيفرض اسم العمل، مش يعني ما احطش اسم العمل وبعدين اكتب السيناريو. انا عارف ان انا طولت عليك واسف على الاطاله، بس احنا بنتكلم عن الراحة كمال الشناوي فلازم ناخد راحتنا يعني. اتفضل. عايز اعرف كمال الشناوي كان شايل هم الفن، كان خايف على الفن، كان ايه الحاجات اللي شايف فيها الفن فيما بعد؟ بص هو كان مستاء قوي من حاجات كتيره، بس انا ما يصحش ان انا اسيء لاي حد من الفنانين الجدد، بس هو كان في حاجات مش عاجباه في الاخر يعني لما هو كان خلاص ما بقاش قادر يشتغل نتيجة المرض، فكان يعني مش عاجبه حاجات كتيرة بيعتبرها هزلية. زي؟ لا ما يصحش يعني، مش هنتكلم بشكل يعني، هنعمم الأمور، مش هنتكلم، مش هنخصص شيء يعني. ما كانش عاجبه السيناريوهات اللي بتتقدم في الأعمال الدرامية، ما كانش عاجبه حال السينما الفترة من الفترات، كان شايف كده في نوع من أنواع التسفيه يعني. فيه على فكرة في أعمال كويسة يعني، بس هي لو انت بتقيس ازمنه على ازمنه، لا الازمنه القديمه كانت افضل، لكن في اعمال كويسه دلوقتي، ما اقدرش انكر ان في اعمال كويسه، بس في افلام كانت يعني نجحت جدا بس مش حلوه، مش حلوه، مش من مش قبول جماهيري، مش حلوه كقيمه فنيه. عايز بقى اتكلم عن نصيحته ليك اللي كان بيديها لك دايما، نصيحته الفنيه ونصيحته من اب لابنه. من اب لابنه دي بقى حكايه طويله يعني، مش هقدر اتكلم فيها كتير يعني، لكن هو كان دايما بيقول لي خد بالك من ثقافتك، وعيك، دراستك، اشتغل على، شوف كويس قوي سينما. هو كان بيشوف سينما كويس قوي يعني، ما بيخليش فيلم اجنبي يفوته، فاتفرج على الخارج والداخل. وكان بيهتم قوي بحكايه الاضاءه، بيعتبرها جزء اصيل من الـ من الـ من الابداع السينمائي. كان بيخاف قوي على ان هو يخش عمل ما يبقاش هو حبه يعني هو مثلا هقول لك على عمل هو كان حبه جدا واشتغله هو ومحمود مرسي، كان اسمه زينب والعرش. فلما جاله العمل يحيى العالمي كان هو مخرج العمل، فقال له اللي انا هعمل منه فيهم، الشخصيه اللي عملها محمود مرسي ولا الشخصيه اللي هو عملها؟ فيحيى العالمي قال له بص انا هسال محمود مرسي. فسال محمود مرسي قال له اللي عايزه كمال الشناوي يعمله وانا هعمل الدور الثاني. فلما كمال الشناوي ارى كان هو محمود مرسي مرشح للدور ده فعلا اللي هو عمله يعني، فلما أرى كمال الشناوي قال لا هو فعلا محمود مرسي لازم يعمل الدور دوت وانا اعمل الدور الثاني يعني الدور المقابل ليه يعني. ف
فلما اتفقوا على كده فكمال الشناوي سأل يحيى العالمي اسمي هيكتب ازاي؟ ما هو محمود مرسي هو كمال الشناوي سابقه في التاريخ. طبعا محمود مرسي فنان عظيم برضو يعني، بس هو كان سابقه في التاريخ. فقال له اسمي هيكتب ازاي؟ فقال له طب انا هسأل محمود مرسي. فسأل محمود مرسي قال له طبعا كمال الشناوي الاول. فقال له لا، هيبقى اسمي ينزل من فوق لتحت، محمود مرسي اسمه يطلع من تحت لفوق، يطلع لفوق بحيث ان احنا نبقى على يتساوى. ولك فدي كانت الايه يعني، ودي كانت تحفه فنان عظيم يعني، بيدور على نجاح عمل وبيدور على التساوى. وكانوا قاعدين بقى يعني بيحترموا بعض ويتنافسوا مع بعض جدا يعني. ده بالنسبه للفن. انا برده عايز اتكلم على نصيحه شخصيه اديها لك انت عايش بيها، وبعد كده هختم بسؤال لا انا هخلي نور يقول لك الشخصيه اللي النصيحه اللي هو اديها له كان لسه نور داخل المعهد العالي للموسيقى العربيه. النصيحه هو قال ان الفن يعني لازم تبقى ماشي في اتجاه سليم، شويه هتفلك كده شويه هتفلك كده، بس المهم ان انت تبقى عارف الاتجاه فين يعني. المهم تبقى انت عارف الاتجاه الصح فين، مهما بقى خلفت يمين شمال لازم ترجع للاتجاه الصح. طب برضو دي نصيحه فنيه، احنا عايزين نصيحه شخصيه معانا، نصيحه اديها لك من اب الابن. بص هو كان عنده حاجه جميله جدا، لما كان يعوز يقول لي حاجه حتى واحنا لسه صغيرين يعني، كان يحكي لي قصه او حكايه حصلت له في حياته. وبطبيعه الحال ان كل بني ادم بيبقى بيتعلم الحياه يعني، هو اكيد هو في حياته مشي حاجات طلعت منه غلط وحاجات منه طلعت صح، فيحكي لي قصه سواء ليه هو او لغيره ها حصل فيها ايه، عشان يوجهني بطريقه غير مباشره للغلط اللي هو بيتعمل.